بعد هدوء دام لأشهر تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات كبيرة من التحالف العربي من تحرير الأحياء الشرقية لمدينة ميدي غربية محافظة حجة إثر معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع شاركت فيها مروحيات وطيران التحالف. الميليشيا التي واجهت خسائر كبيرة في هذه الجبهة كانت قد حولت عددا من المباني في هذه المدينة الساحلية إما إلى ثكنات عسكرية أو مخابئ للقناصة. وبالسيطرة الكاملة على أحياء الحافية والقلعة والكتف والخزان يكون الجيش الوطني قد تمكن من استكمال تحرير 80% من مدينة ميدي على البحر الأحمر، فيما لا تزال جيوب تحالف الانقلاب متواجدة بالأحياء الغربية المحاذية للساحل. انتصار أبطال الجيش الوطني في تحرير مدينة ميدي، وها هي فرحات الأبطال والشباب أمامكم يحتفلون في هذه المناسبة. تصريحات تؤكد تجاوز الجيش الوطني لعقدة الميدان التي توجت بمعركة السيطرة على أجزاء واسعة في هذه الجبهة. يذكر أن الجيش سبق وأن أحكم السيطرة على 3 مداخل رئيسية لمدينة ميدي منذ أشهر، إلا أن وجود حقول ألغام زرعتها الميليشيا بشكل كبير في مساحات واسعة حول المدينة قد تسبب في تأخير عملية التحرير.